اليوم يوم الاثنين 17/2. طبعا عطيت له شعبة الصف التاسع دال، التاسع دال صح؟ عطيتهم اول حصة من الـ HTML وبلشوا طبقوا، طبعت لهم مجموعة اوراق وطبقوهم. بس يطبقوا هذا الاشي بصيروا غيروا بالفاليوز، اهمتهم شو كيف يغيروا فاليوز اللي هي زي الدايركشن RTL زي الكلر يلو الباك جراوند كلر. وطبعا حاليا فرصة، ما الطلاب ما بدوا يطلعوا لانه عشان هيك يعني انهمكوا في خلينا نحكي في الشغل او اندمجوا مع الشغل يعني، اخذهم بطبقوا حتى مش شايفين يعني. طبعا استفدت من حصص النشاط اللي عندهم نفس الصف، حصتين نشاط وحصة حاسوب، فبالحصتين هذول عطيتهم تقريبا درسين وتطبيق، هم بتعاونوا مع بعض. طبعا لازم نصور هذول الطلاب، اشطر ثلاث طلاب بالصف. ثابت، دودخ، شرف، حموري، تذكروني شو اسمك؟ موسى. موسى اشطر واحد بالصف طبعا، موسى اشتغلوا على جهاز الرئيسي.